شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد اليوم برئاسة سيد أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وجاءت المشاركة لبحث اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي ضمن مشاركة الوفد في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماعات اللجان الخاصة بالاتحاد التي تعقد حاليا في القاهرة وأكد جراطة دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين للقضايا العربية والإسلامية ومساندتها لكافة المساعي الخيرة لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات